فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاف وذكره أنه سيقع، قال رحمه الله: وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة، وكان يحذر أمته لينجو منه من شاء الله له السلامة، كما روى النزال ابن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رجلا قرأ آية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: رواه مسلم. قال المحقق حفظه الله: لم أجده في مسلم، وإنما وجدته في البخاري ومسند أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. كما سبق في الحلقة، في آخر الحلقة الماضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حذر من الاختلاف لم يكن معنى ذلك أنه يحذر من شيء لا يقع، فهو إنما حذر من شيء متوقع، وغرضه عليه الصلاة والسلام من ذلك لينجو من أراد الله نجاته. هذا هو الغرض من إخباره صلى الله عليه وسلم عن وقوع الاختلاف. ومن ما يدل على كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للاختلاف ما وقع في هذا الحديث من ابن مسعود مع الرجل الذي قرأ آية من القرآن فعلى وجه يخالف ما يعرفه ابن مسعود، فأمسك به وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع قراءة ابن مسعود وسمع قراءة الرجل، وقال: كلاكما محسن. وكره صلى الله عليه وسلم ما حصل بينهما من الاختلاف. فالاختلاف إذا كان بسبب جهل المخالف مع الطرف الآخر من الحق، فإنه ينبغي أن يتثبت ذلك المنكر يتثبت ولا يتسرع إلى الإنكار، لأنه ربما يكون مع الطرف الآخر حجة ومعه حق. فلا شك أن القرآن الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل على سبعة أحرف، وذلك من تيسير الله لهذا القرآن ليقرأه كل على لغته ولهجته، وهذا من باب التيسير، لأنهم لو ألزموا بحرف واحد يطلب القراءة على حرف واحد شق ذلك عليهم. والقراءات كما هو معلوم بينها اختلاف في الأداء، بينها اختلاف في الأداء وفي بعض الحروف، لكن المعنى لا يختلف، المعنى لا يختلف، وكل تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن، كل تلقى عنه. فهذه القراءات ليست من ابتكار الناس، وإنما هو مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: كلاكما محسن. لكن لما كان ابن مسعود رضي الله عنه لم يعلم ما مع الطرف الآخر من القراءة الصحيحة أنكر عليه. الرسول منع أن ينكر الإنسان بدون أن يتثبت من الأمر، ولأن هذا يؤدي إلى النزاع وإلى الشقاق وسوء التفاهم. فإذا كان الاختلاف له مساق فلا ينبغي أن يحمل ذلك على التقاطع والتهاجر والتدابر.